مرحبا أصدقائي الأطفال، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المغامرات فيسلوك أبطال. واليوم رح نديكم إلى رمال الشاطئ الذهبية، وين كاين الأمواج العالية الزرقاء، وين تعيش فتاة في جزيرة ساحرة عندها شخصية قوية وشجاعة وما تعرفش الخوف، وحابة تكتشف وش كاين وراء البحار. استعدوا يا أصدقائي للانضمام لنا في هذه الرحلة الشيقة اللي راح تكون بطلتها ضيفتنا الجميلة نور الهدى. مرحبا بك نور، راك منورتنا اليوم، عرفينا بنفسك. اسمي نور الهدى ولقبي حنان. ما شاء الله، وشحال في عمرك نور؟ 8. واش من سنه تقراي؟ 3. الله يبارك عليك. وسمعت يا نور الهدى بلي تحبي البحر، احكي لنا كيفاش تروحي للبحر. كي نروح كي ندخل البحر ما نبعدش بزاف، بس كنقعد مع اخويا الصغير تما ونقعدو كنعومو. مليح، وهذه حاجه مليحه. كيف البحر كنخافو ما نبعدوش، لكن شخصيه اليوم هي حابه تبعد مور البحر وتعرف واش كاين. عرفتي على شخصيه اليوم اللي هي موانا؟ جيد. وتعرفي قصتها موانا؟ ديفا نساها ماشي. واش تعرفي عليها موانا؟ موانا هي كانت فتاه وعندها عن أصدقاء الحيوانات. جيد، كان أصدقاء حيوانات. وكانت هي كانت شجاعة. جيد، هي كانت شجاعة وكانت قوية. إذا كان يا نور الهدى راكي حابة تكتشفي وش كاين نور البحر، راح نحكي لك أنت والأصدقاء قصة موانا. اسمعوني مليح. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان. تبدأ القصة والجدة تحكي لحفيداتها على قلب تيفيتي اللي حاولوا يسرقوه، ومن بين هادو كان واحد الشاب اسمه ماوي قدر يسرقه ويهرب بعيد، بصح قوى الشر حاصرته ورماته بعيد. وهكذا ضاع الخطاف تاعو وقلب تيفيتي في قاع المحيط. وكان من بين الأولاد الصغار طفلة بقات تسمع وهي تشوف مع الجدة واش راهي تحكي. هذه الطفلة يسموها موانا، كانت تروح تلعب في الشط، وكانت الموجة لما تقرب منها تهبط بالعقل. المهم كان عند الطفلة هذه حاجة غريبة تخلي الموج يحبها. كبرت موانا وكامل القبيلة تاعها فرحانين بيها، خاطرش كانت تساعدهم وتمد لهم الحلول لمشاكلهم في الجزيرة. وفي نهار قبل ما تموت الجدة، مدت الموانا القلادة تاعها اللي فيها حجر سحري يسموه قلب تيفيتي، وهي اللي راح تحميها في المحيط وتساعدها باش تفك اللعنة على شعبها. وعلى هذا كان لازم على موانا تخوض المغامرة وتلقى ماوي أسطورة البحر والريح، بصح العاصفة رمتها بعيد على الشط. بعد ما فطنت تلقات ماوي قدامها وفهمته باللي هي موانا، وراهي تحوس على قلب تيفيتي في جزيرة يسموها تيكا يحرسها رجال جوز الهند. وبعد صعاب ومخاطر كثيرة وصلت موانا وماوي لحدود الجزيرة، وتقدر تتغلب على تيكا وتلحق حتى عند هذا المخلوق الغريب. ورغم بشاعته بصح موانا ما خافتش منه وتقدمت، ولما لحقت لعنده شافت مكان الحجر اللي عندها في وجهه، ولما حطته بدا كل شي يتحول والأرض رجعت خضرة وتظهر تيفيتي من جديد وترجع الحياة للجزيرة ولشعبها. قصة ساحرة وجميلة فعلا، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا، والأهم من ذلك تكونوا استفدتوا من القصة. وش رأيك نور، عجبتك؟ نعم عجبتني القصة بزاف. وش عجبتك بالشخصية تاع موانا؟ بلي رجعت شجاعة. وهذه حاجة مليحة، يعني إذا كنتي لازم تكوني شجاعة، وهذا الأمر هذا يرجع لك أنتي. أما أنا راح ندلك شوية غبار سحري من عندي وشوية خلطة من هنايا، وأوب نرجعك موانا. راكي مستعدة؟ مستعدة. يلا بينا. والآن يا نور هدى جات مرحلة التنكر، راح نبدالك بالمكياج الفني. راكي مستعدة؟ مستعدة. هيا نبدأ. أول حاجة راح نبدالك
ودوكا يا نور كملت لك مرحلة المكياج الفني، دوكا نروحوا لمرحلة الرسم على الوجه. وكما قلنا من قبل راح نخيرو نرسمو ورود. تحبي الورود ياه؟ فيها ندير لك، راح نحطو بعض الورود هنا في الخد هذا اللي منه. وهكذا يا نور كملنا مرحلة المكياج الفني والرسم. راكي واجدة باش نكملوا اللوك النهائي؟ يلا بينا. وبهذا تكون سناء حققت حلم صديقتنا نور الهدى في أنها تكون موانا ليوم واحد من اللباس للشعر المجعد وحلقة الزهور اللي زينت بها شعرها. هيا ما نطولوش، راحوا نشوفوا بقية الرتوشات. بتقنية 3D رسامنا محمد راه يضيف لمسته الإبداعية، وأكيد خلات نور الهدى تبدو وكأنها حقيقية. ومن قصتنا نكون استخلصنا شيء مهم، الطيبة وتقديم المساعدة للغير من الخصال الحميدة اللي لازم نتحلو بها في حياتنا. ودورك وصار
وصلنا للنتيجة النهائية. هاي صديقتنا نور الهدى وسط الأمواج مع صديقها ديك وماوي الرجل الضخم. ما شاء الله يا نور الهدى، وش هذا الجمال، وش هذا السحر، وكأنك خارجة من كتاب الحكايات. قولي لي يا نور الهدى، وش راكي حاسة في روحك دوكا؟ أنا حاسة بلي أنا الصح وأنا وراني نستنى وقتاش يشوفوا صحاباتي. وكي يشوفوك صحاباتك أنا ما نظنش يعرفوك. باين ما يعرفونيش. أكيد ما يعرفوكش، والسر راكي عجبتيهم. وانتم يا اصدقائي اذا كان عجبتكم موانا وحابين تشاركوا معنا، ما عليكم غير ترسلونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج. والان وصلنا لنهايه الحلقه، ما بقى غير نقول لكم انا نور الهدى، الى اللقاء.